بسم الله الرحمن الرحيم. كان زيارتنا اليوم إلى محافظة كربلاء المقدسة وتحديدا إلى قيادة عمليات الفرات الأوسط للوقوف على آخر الاستعدادات الأمنية فيما يخص تأمين محافظة كربلاء والفرات الأوسط لمناسبة ذكرى استشهاد أبي الأحرار الإمام الحسين عليه السلام في واقعة الطف الأليمة، وكان إن وقفة جادة بالوقوف على آخر انفتاح القطاعات، آخر الاستعدادات لتغطية النار المباشرة وغير المباشرة لجنب الزائر الكريم خلال خط الرحلة. أيضا كان معنا وزير النقل، وقفنا على خطة نقل الزائرين بعد انتهاء الزيارة، وأدينا الزيارة والتقينا مع سماحة السيد أحمد الصافي أيضا لمناقشة بعض الأمور التنظيمية التي تخص الزيارة.